معكم رياض بورزة مدينة بوفاريك، أخصائي في التبريد. تكونت في 2000، خرجت من التكوين في 2000 لنسيت تكنولوجيا الفروة بالمرض رئيس. شفنا بلي بزاف الناس في الاندوستري عندهم مشاكل في التبريد، جاتنا الفكره تاع باش نخدموا بهذو المبردات. هذو هما المبردات الماء الصناعيه، سي دي روفو دي سير دو اندوستريال، هذو هما اللي نخدموا هنايا. قعدنا فيه مده هنا مع ندرسوا فيه كما قلت لكم، عندنا مده واحد الربع سنين هذو اللي فاتوا بدينا خدمنا اول منتوج اللي شفتوه سبحان الله لحقته بها كعاود ولا كل ريباراسيون برك. عملية التصنيع هذا فيها 5 مراحل. المرحلة الأولى هي لابارتي تاع لاطولري، صاد اللي نخدمو وين نخدمو لاطول اللي نخدمو الكاركاس. عندنا نخدمو عن طريق عندنا ماشينات سي ان سي مصنوعة هنا في الجزائر، عن شباب جزائريين لاجئين الجزائر خدموهم. نخدمو لاطول تاعنا نواسوها نوجدوها. المرحلة الثانية اللي هي تصنيع أهم مرحلة بالنسبة لنا هي تصنيع لي سونجور دو شالور. تصنيع هذا لو شيلر، تصنيع لو شيلر لو سونجور دو شالور. والمرحله الثالثه هي مرحله الكهرباء ولافاريه تاع التريسيتي. ماشيتو عندنا شباب هنا قايمين بالتريسيتي لابارتي الكتريك. المرحله الرابعه اللي هي التجميع سي المونتاج، نجيبوا هذاك لاطول اللي صبغناها، نجيبوا الاتاو، نجيبوا الدوات ونبداو المونتاج كما راه مقوموا الشباب دركا. المرحله الخامسه هو لو تيست ولا ميسا مارش. الفكره تاعي جزائريه 100% بايادي جزائريه